كريم عبد العزيز عن والدته الراحلة: زوجتي وافقت تعيش معنا، ولو رفضت ما كانتش اتجوزت. من هي ياسمين شقيقة الفنان كريم عبد العزيز؟ شاركت في عمل فني واحد. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشترك في القناة وتفعيل زر الجرس. كريم عبد العزيز عن والدته الراحلة: زوجتي وافقت تعيش معنا، ولو رفضت ما كانتش اتجوزت. حالة كبيرة من الحزن سيطرت على الفنان كريم عبد العزيز بعد وفاة والدته، خاصة أنه دوما ما صرح عنها في البرامج التلفزيونية وأثنى على دورها في تربيته بصورة كبيرة وبشكل خاص عقب انفصال والديه، إذ لم تتزوج من أجل تربية أبنائها، واصفا إياها بأنها ست بميت راجل. وأكد كريم عبد العزيز خلال حوار له في برنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس، أكد أن والدته تعيش معه في نفس المنزل قائلا: ربنا كرمني بزوجة أصيلة، إبلتنها تعيش مع والدتي لأنها من بيت أصيل ومحترم، ولو ما كانش ربنا كرمني بزوجة أصيلة من بيت محترم وقالت لي مش هقبل إني أعيش مع أمك كنت هقول لها مع السلامة شكرا، لأني ما أقدرش أعيش في بيت أوضة أمي مش قدام أوضتي. ورحلت عن عالمنا السيدة سهيرة عبد العزيز والدة النجم كريم عبد العزيز أمس الأربعاء بعد صراع مع المرض، حيث كانت تجمع كريم بوالدته علاقة قوية وترابط كبير ظهر في تصريحاته بخصوصها في أكثر من برنامج. من هي ياسمين شقيقة الفنان كريم عبد العزيز؟ شاركت في عمل فني واحد. منذ سطوع نجمي الفنانين كريم عبد العزيز وياسمين عبد العزيز سويا بمسلسل امرأة من زمن الحب عام 1998، اعتقد الكثير من الجماهير انهما شقيقان، ليس فقط لتشابه اسم الاب، ولكن لان شقيقة الفنان كريم عبد العزيز تحمل بالفعل نفس الاسم ياسمين، لم تظهر على الشاشة. ومع خبر وفاة والدة الفنان كريم عبد العزيز مساء امس، تردد اسم ياسمين عبد العزيز، فهي الشقيقة الصغرى له، وتزوجت في عام 2010 في حفل زفاف كبير حضره كبار نجوم والنجمات، كان اسمها سبباً في اعتقاد الكثير أن الفنانة ياسمين عبد العزيز شقيقة الفنان كريم. عاجل طرد الفنان عادل إمام من عزاء والدة كريم عبد العزيز. كشف النجم كريم عبد العزيز عن تفاصيل جنازة والدته السيدة سهير عبد العزيز التي رحلت عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض، وكتبت الصفحة الرسمية للنجم كريم عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: نهيب ونؤكد على الجميع بمنع التصوير منعا باتا حفاظا على حرمة الموت، وذلك بناء على طلب الأسرة، ونطلب منكم قراءة الفاتحة والدعاء. شاهد لحظة وصول محمد رمضان إلى عزاء والدة الفنان كريم عبد العزيز. كشفت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي عن موعد ومكان عزاء والدة الفنان كريم عبد العزيز التي وافتها المنية أمس الأربعاء 8 مايو، وتم تعديل موعد عزاء والدة الفنان كريم عبد العزيز، ومن المقرر أن يقام اليوم الخميس 9 مايو في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وجاء ذلك التعديل بدلا من يوم الجمعة. وأعلنت الإعلامية بوسي شلبي وفاة سهير عبد العزيز عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام قائلة: البقاء لله، توفيت إلى رحمة الله والدة الفنان كريم عبد العزيز. بالفيديو لحظة وصول ياسمين عبد العزيز إلى جنازة والدتها وتنهار. قالت النقابة في بيان لها: إنا لله وإنا إليه راجعون. تنعي نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان مصطفى كامل وأعضاء مجلس الإدارة ببالغ الحزن والأسى والدة الفنان كريم عبد العزيز، وتتقدم النقابة بخالص التعازي لأسرة الراحلة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. قررت أسرة كريم عبد العزيز إقامة عزاء والدته التي رحلت اليوم بعد صراع مع المرض غدا الخميس بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بدلا من يوم الجمعة. وقررت أسرة والدة الفنان كريم عبد العزيز منع تصوير الجنازة، وهو الأمر الذي شددوا عليه في إعلان الوفاة حسب ما جاء في بيان من المكتب الإعلامي للفنان. شاهد عادل إمام في جنازة والدة الفنان كريم عبد العزيز.
حرص النجم عادل إمام على تقديم واجب العزاء في السيدة سهير عبد العزيز والدة النجم كريم عبد العزيز، حيث نشر عادل إمام بوست عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك وكتب: خالص العزاء والمواساة لصديق العزيز النجم كريم عبد العزيز في وفاة والدته الغالية، غفر الله لها وأسكنها فسيح جناته وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان. كما وأعلن الفنان كريم عبد العزيز منع التصوير في جنازة وعزاء والدته السيدة سهير عبد العزيز التي وافتها المنية يوم الأربعاء. وكتب كريم عبد العزيز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إنا لله وإنا إليه راجعون. انتقلت إلى رحمة الله تعالى السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز. أول دخول مفاجئ من عادل إمام في جنازة سميرة عبد العزيز. قدم الفنان عادل إمام العزاء في والدة الفنان كريم عبد العزيز، ونشر عادل إمام عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك مشاطرة خاصة لكريم عبد العزيز: وكانت والدة الفنان رحلت عن دنيانا مساء اليوم، وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على دعم صديقهم في مصيبته. شاهد ياسمين عبد العزيز تنهار في جنازة أمها وأخيها كريم عبد العزيز. حرص النجم أحمد السقا على تقديم العزاء للنجم كريم عبد العزيز في وفاة والدته السيدة سهير عبد العزيز التي رحلت عن عالمنا اليوم. وكتب السقا عبر حسابه الشخصي بموقع إنستغرام: إنا لله وإنا إليه راجعون. توفيت إلى رحمة الله السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز والدة أخي وصديق عمري كريم عبد العزيز، اللهم اغفر لها وارحمها واجعلها من أهل الجنة. اقرأ الفاتحة والدعاء. شاهد عادل إمام في جنازة والدة الفنان كريم عبد العزيز. حرص النجم عادل إمام على تقديم واجب العزاء في السيدة سهير عبد العزيز والدة النجم كريم عبد العزيز، حيث نشر عادل إمام بوست عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك وكتب: خالص العزاء والمواساة لصديق العزيز النجم كريم عبد العزيز في وفاة والدته الغالية، غفر الله لها وأسكنها فسيح جناته وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤالا وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات: ما هو سبب وفاة والدة كريم عبد العزيز؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.